بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله يفعل ما يشاء. بسم الله بركة وشفاء. بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نجواك. فإذا عصيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن نعيم رضاك. وحسبي يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك، وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك. أوجدتني ورعيتني ورزقتني، لولاك لولاك ما كان الورى، لولاك 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 ما كان الورى، لولاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. الله يكرمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا قرة أعيننا ساكن مهجنا أسوتنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رسول الله نور لا يضاهى، رسول الله نور لا يضاهى يفوق الشمس في أبهى ضحاها، فلا يخبو إذا ما الشمس ضاءت، ولا القمر المنير إذا تلاها. فيا ريحان قلبي يا حبيبي، ويا طب القلوب ويا دواها، ويا سمعي ويا بصري ويا بدء العلوم ومنتهاها، لقد حازت صفاتك كل فضل، تعالى من بحكمته رعاها، تعالى الله أهدانا نبيا وأكرمنا بخير الخلق طه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم وسهلا في تلك القرية المباركة التي تفرح بسيدنا رسول الله. اخطاب مركز أجا محافظة الدقهلية، أولاد أبو شحاتة وعادتهم دوما في كل عام الفرح بمولد سيدنا رسول الله، وصدق النبي من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به. طبعا لا بد وأن نرحب بالأساتذة والمشايخ والدكاترة الكرام الأفاضل. أخي وحبيبي
وتوأم روحي الأستاذ الدكتور الشحات عزازي، عالم مفضال مبارك، فضيلة مولانا الشيخ حجاج الهنداوي، قارئ نحرير متمكن، فضيلة الشيخ طه النعماني حبيبي بجامع سيدنا عمرو بن العاص، فضيلة الغالي المحب لسيدنا رسول الله، فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان المبتهل الذي طالما شنف آذاننا بحب الله وسيدنا رسول الله. ثم ماذا أقول في رجل لطالما استمعنا إليه في فجر الثلاثاء، الأستاذ الفاضل إسماعيل دويدار، رجل له موسيقى الكلمة، له موسيقى الإلقاء، وهكذا اجتمعنا جميعا لنفرح بسيدنا رسول الله. فرحت جميع المخلوقات بسيدنا رسول الله. ده سيدنا النبي بعدما تصلي وتسلم عليه. مش الطاهة عايزين نتكلم كلمتين بقى عشان خاطر سيدنا النبي بقى. كفى يا عم بنت الله ده الموضوع ده. عد عد استاذنا عشان نعرف نتكلم. سيدنا النبي على جبل احد ومعه الصحابة. اسمع اسمع، فرح المخلوقات حتى الجمادات بسيدنا رسول الله على جبل أحد ومعه الصحابة، إذ بالجبل يهتز حبا طربا شوقا، أثبت أحد لسيدنا النبي، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وسيدنا النبي يقول عن جبل احد: جبل احد جبل يحبنا ونحبه. وسيدنا النبي اسمع الى فرح المخلوقات حتى الجمادات بسيدنا رسول الله. سيدنا النبي يقول كما عند الإمام البخاري في الصحيح، يقول: والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. سيدنا النبي وهو ذاهب، الحجر يسلم علي وهو آت، الحجر يسلم على رسول الله. أيتها الأمة، الجمادات عرفت لرسول الله قدره، الجمادات عرفت لرسول الله حقه ومنزله ومنزلته، فرحوا بسيدنا رسول الله. لسيدنا النبي بعدما تصلي وتسلم عليه كان يخطب على جذع النخلة، فلما صنع له المنبر إذا بالنبي يخطب على المنبر، فسمع الصحابة صوت طفل يبكي. ليس طفلا لكنه أنين، أنين. ما هذا؟
الجزع أن وحنا لفقده رسول الله، فاحتضن النبي جزع النخلة. ماذا تفعل يا رسول الله؟ قال: والله لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. ماذا أقول يا رسول الله؟ يا آل شحاتة، يا قرية إخطاب، والله هنيئا لكم بفرحكم برسول الله، ويا من شاركتم في هذا الحفل المبارك هنيئا لكم الفرح برسول الله. فرح الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكراه عاد المولد، وأطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا الشهر جاء محمد. إيوان كسرى، إيوان كسرى ما له متصدعة، نار المجوس وما لها لا تخمد. ولد ابن عبد الله محمد، فهو اليتيم له على الدنيا يده، الحلم والخلق العظيم صفاته، الحلم والخلق العظيم صفاته، وله الكرامة والهدى والسؤدد. بشرى لآمنة فإن وليدها في الناس محمود وفيهم أحمد. يا حبيبنا يا رسول الله، أمتك الآن في مسيس الحاجة إلى شفاعتك، أمتك الآن في أمس الحاجة إلى أن تدعو لنا يا رسول الله. ويقيننا كما في الأحاديث الصحاح: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإذا رأيت خيرا حمدت الله، وإذا رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. أهو سيدنا النبي حي في مقامه؟ نعم نعم. نظرت إلى روض النبي فهالني، جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا فما بال جوف الروض، ما بال من به، فما بال جوف الروض، ما بال من به، وما بال روض ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. يا حبيبنا يا رسول الله نور. أيوة سيدنا النبي نور، سيدنا النبي نور، وربنا جل وعلا النور، والقرآن نور، وأمة الإسلام بإذن الله منورة، نور على نور بإذن الله. قالوا لحسان: يا حسان اهج محمدا، وهو شاعر يقول حسان: فوقفت على مشارف مكة انتظر مجيء محمد ابن عبد الله، فلما رأيته قلت: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فالمشركون قالوا لحسان: ايه حسان الموضوع يعني؟ احنا بعتينك علشان تهجو محمدا، فاذا بك تؤمن به؟ اسمع ماذا قال حسان: لما رأيت انواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن طلعته، فلست انظره الا على قدري. لما رأيت انواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن طلعته، فلست انظره الا على قدري. روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الانجم الزهري. مقامك يا رسول الله
ماذا نقول؟ استمعتم إلى فضيلة الشيخ حجاج وهو يقرأ من سورة القلم، وربنا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى، ولطالما سمعتم قبل ذلك أنه كان من الممكن أن يقال وإنك لصاحب خلق عظيم أو لذو خلق عظيم، لكن الله جل وعلا يختار لفظة على التي تفيد في بعض مدلولاتها اللغوية الاستعلاء، وكأن رسول الله على 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 الأخلاق ذاتها، وكأن الأخلاق تأخذ معناها ومبناها من سيدنا رسول الله. ماذا أقول؟ أيها الأحبة الأكارم، نحن في شهر ربيع الأول، وشهر ربيع ليس من الأشهر الحرم. لماذا؟ شهر ربيع أيقل هذا الشهر عن بقية الشهور؟ ده سيدنا النبي هو الذي علمنا الأشهر الحرم، ومولانا جل وعلا في القرآن الكريم في سورة التوبة: ما الأمر وما الحكاية؟ أقول يا مولانا حاشاك أن تسلب بعد عطاء، حاشاك يا مولانا أن تسلب بعد عطاء. دايما كده الصالحون يقولوا إيه؟ اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. طيب، في زمن ميلاد رسول الله نزلت خيرات وعطاءات وبركات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في شهر ربيع الأول. انتهت العطاءات؟ لا، لم تنتهي عطاءات مولانا جل وعلا، لم تنتهي عطاءات مولانا سبحانه وتعالى، فلا زالت العطاءات. فعطاءات الله لك في شهر ربيع الأول على قدر حبك لرسول الله، على قدر حبك لسيدنا رسول الله. وبعدين بقى لما نيجي نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أنا خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. فبعض الناس يقولوا يعني الحديث في كلام أو هناك أحاديث توضح أن النبي أول الخلق على الإطلاق يقولون فيها كلام. طيب، ما رأيك أن هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ يقول مولانا سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. سيدنا رسول الله: كما بدأنا أول خلق نعيده. حاضر يا مولانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أنا خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. وفي حديث آخر: خلق الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، ولما كان سيدنا آدم في الجنة إذا به ينظر إلى قوائم العرش فوجد مكتوبا عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي هذا يقول القائل: وكان لدى الفردوس في زمن الصبا وأثواب شمل الأنس محكمة السدى، فقال: إلهي، ما الضياء الذي أرى ملوك السماء تحنو إليه ترددا؟ فقال نبي: خير من وطئ الثرى وأفضل من في الكون راح أو اغتدى، تخيرته من قبل خلقك سيدا وألبسته حلل الكرامة سؤددا، وأن له أسماء سميته بها ولكنني اخترت منها محمدا. أقول هناك بعض
المشككين في هذه الأحاديث أن سيدنا محمدا أول الخلق على الإطلاق. لا، اقرأ قول الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. بالأحاديث الصحيحة قال النبي: أنا أول من ينشق عنه القبر، أول من يعاد رسول الله، أول من ينشق عنه القبر سيدنا رسول الله. هذا نص صحيح لا شك فيه. فمولانا يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فرسول الله أول الخلق على الإطلاق بنص قرآن مولانا سبحانه وتعالى الخلاق. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة الأكارم، هناك مشايخ وهناك دكاترة وهناك أساتذة عظام يريدون أن يتحدثوا عن سيدنا رسول الله، لكني أقول: يا سيدي يا رسول الله، معذرة، فلست أبغي نظير المدح إحسانا، وأنت أسمى على شعري ومقدرتي، لما صموت لمدح الله قرآنا، ولدت في ليلة غراء مشرقة، خطت وسطت على صفحات الدهر عنوانا، فبيض مسود من وجه الزمان، وكم كان الزمان ضلالات وبهتانا، في بقعة من بقاع الأرض طاهرة، زكت جبالا وصحراء ووديانا، بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائك بسم الله مولانا، في ظله بنت وهب أنجبت ولدا، فأنجبت خير خلق الله إنسانا. يا ذا الجلال والإكرام، يا مولانا، بجاه سيدنا رسول الله، بجاه حبيبنا، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. بجاه حبيبنا يا مولانا، اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا مولانا، من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك بلغ سيدنا محمدا منا السلام، بلغ سيدنا محمدا منا السلام، وشفعه فينا يوم الزحام. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار. جزاكم الله خيرا، كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.